السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد القفص اللي انا صممته يعني ابتكار بسيط ديالي. قال الاخطاء اللي كاينين في القفص حاولت انني ما نديرهمش في هذا القفص، لان ما بين الجهة والجهة ديال الارانب ديما كيبقاو يتخاصموا الارانب بعضياتهم، وحتى العلافات اذا كانوا مشروكين. انا هذا القفص حاولت اني كاع الاخطاء اللي كاينين نحيدهم وندير واحد، يعني الاخطاء اللي كاينين في الاقفاص حاولت ما نديرهمش. انتما شنو درت انايا؟ اولا درت هاد الخشبه هادي، ها هي كما كتشوفوا كان دايرها باش تسد بها البلاصه ديال الولاده، يعني حتى الوقيته ديال الوليده ملي تبغي تولد نكونوا مقيدين لها الاخر الشهر ديالها عاد تدخل تولد. بالنسبه للعلافات هنا درتهم شويه عراضين، انتم اللي كتشوفوا شويه عراضين، هنا نحل عليها وتشوفوا هو هي هنايا. هذه واحد الانثى، يلاه القفص راني بغيت نشارككم اياه لان يلاه صممته. وهنايا هذا هو اللي هضف لكم عليه، قال الاقفاص هنايا كيكونوا دايرين شبيك وكيبقى ما بين القفص والقفص، ما بين النسوة والنسوة كيكونوا كيضاربوا بعضياتهم. انا لا، درت هنايا زنكة، هنايا درتهم زنكات انهم يكونوا فاصلين ما بين القفص والقفص. والسدادات عاديين هما كما كتشوفوا بهذه الطريقة، وبلاصة وهنايا بلاصة ديال الولادة، هذه خاصة بالولادة كما كتشوفوا. انا حليت هنايا، انتما شو اسمو كاين هنايا، كاينه شبكه. انا دابا كنت حال عليها هنايا، انتما كما كتشوفوا كنت حال عليها وكانت ديما كدير الفضلات ديالها. انا ديك الساعه انا ربطتها غير بالسلك هنايا، يعني غير الكاج هو اصلا غير من جهه لجهه. هاد الفج اللي دايره هنايا، هاد الفج هذا كندير فيه خشبه كتفصل على الجهه ديال الولاده. ملي كتبغي سميتو تقرب تولد كتحيدوا هاد الشبكه هادي، هاد عفوا هاد الخشبه، خشبه عاديه هكا. انتم كيفاش راني دايرها، تمام، خشبه عاديه تمام. وهادي جزء مخصص للولاده كديروا فيه بحال مثل هاد الشباكي هادو، هما كيديروا 5 دراهم الوحده ماشي شي حاجه. كيكونوا متقبين هكا، متقبين باش ما يفزقوناش، ويبقى الفزق الله يستر لا قدر الله يمرضونا بالاخر بالجرب. لكن الاخطاء اللي كيكون كاينين في الاقفاص الاخرين، الخطا المهم والشائع هو انك كيكونوا مفرقين ما بين الكاج والكاج بواحد الشبيك هنايا، كتولي كيبقاو يدابزوا بعضياتهم لان كيشوفوا بعضياتهم وكيبقاو يتضاربوا. هنايا انا صممت هاد بحكم الخدمه ديالي، يعني كنخدم انا هاد الحوايج هادي عندي، شريت هاد الشبيك وصممت هاد التصميم هذا وبغيت نشارككم اياه. بالنسبه للعلافات درتهم شويه كبارين، هما كاع الاقفاص كيديرهم غير تقريبا حد هنا هكا. انا شفت حد تقريبا راني داير فيه شبر هكا، وباش ما تبقاش تخشي يدك هنا والارنبه تقدر تعضك ولا، درتهم على برا، يعني كتولي هكا هي مسدود عليها وانتيا كتمشي على برا تعطيها الاكل، وفي نفس الوقت هي لداخل كتمشي كتقدر تاكل. هي كتبقى عايشه هنايا واحد المده، انت كتكون ساد عليها بهذه الخشبه هذه، انتم كما كتشوفوا هذه الخشبه. ملي كتبغي تولد كتحيدوا هذه الخشبه هذه، كتولي هذا المكان مع هذا المكان جزء واحد. هي كتمشي لهاد الشبيكه اللي كاينه هنايا اللي راني دايرها هكا، وكتدخل وكتولد انتم. وهذا الشيء كلشي بطوله غالفانيزي، ماشي حاجه بسيطه، غير انا عطيتكم غير التصميم الا بغيتو تخدموا بحالو وصافي. اما هي ودرتو ما عاليش بزاف، انتم كتشوفوا على حسب الوقفه ديالي، هو كيجيني محدور هكا باش كتقدر تشوف الارنبه ديالك وتطلع عليها. وفي نفس الوقت درت الميكا، انتم كما كتشوفوا الفضلات ها هي مجموعه، راه غير ميكا عاديه، ميكا كتربطها وكدير الميل باش يمشي للجهه الاخرى، وهي داير واحد الطاسه صافي. يعني غير الاخطاء اللي لقيتها في القفص الاولاني، القفص اللي كان عندي ها هو واحد القفص، كيكون
ما بين القفص والقفص كيكونوا دايرين واحد الشبيك وكيبقاو يضربوا بعضياتهم. انايا هذا راني درتو هذه الجيره باقي ما كملتهاش، هذه الجهه باقي ما كملتهاش، والجهه اللي من لهيه هو خاصها غير واحد الشبيك. ها هو راني دايرو هنا والشبيك هنايا، نتوما كما كتشوفوا ما كيجرحهم ما والو، مزيان. هاد الجهه ديال العلافه، والجهه الاخرى كديروا لها شبكه بحال هكا، هاد الشبكه هادي كتجي هنا تجي لداخل. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي صوبنا بحال هاد مثل هاد الاقفاص، مرحبا بهم، غير هو ما عنديش الوقت في هاد الايام باش نصوب بحال هكا، بحال اللي كيشد شويه ديال الوقت، عندي الخدمه ديالي ما كان حقا ما كنلقاش الوقت. ولكن راه التصميم هو هذا، الا كنتو باغيين تصوبوا انتم علافات، انتم العلافات هما على برا، وكاين بلاصه فين كيكونوا الارانب ها هما، وكاينه خويات ها هما، انتم هذه الخويه هذه كامله راها عباره عن خويات فين كتخشي هذا الخشب هذا، كتخشي بحال هكا باش كتفصل ما بين البيت الولاده اللي فيه مثل هاد الشبكه هذه، والبيت ديال الارنبه فين غادي تعيش هكا. وفي نفس الوقت هاد العلافات جايين عراض باش نهار تبغي سميتو الصغار يبغيو ياكلوا معاها يقدروا ياكلوا، لان الخطا الشائع عاوتاني في العلافات كيديروهم غير صغار وكيوليو الصغار كيضاربوا مع الام ديالهم باش ياكلوا. هذه علافه درتيها كبيره واحد شويه، عرفتها واحد شويه، ثم كتدير الماكله على برا هكا نتوما بواحد الطريقه انيقه وبسيطه للغايه. في الحقيقه هذا يعني قفص نموذجي اللي بغى يخدم بحالو، انتما هذا النموذج هذا ديو عليه خذوا عليه وقولوها الحداد او السدور وغادي يخدم لكم بحال مثل هاد الحوايج مثلا. ثم شي حاجه انيقه وزوينه بابسط الاشياء، ابسط الاشياء، وما كيطيحش غالي بزاف لان الطوله غالفانيزي راه رخيصه. هذوك بيوت الولاده هما هنايا، والبيوت ديال فين غادي تعيش الانثى هي هنا. تقدروا ما ديروش هذا الشيء اللي انا داير بحال هكا، هاد الخدمه هكا، ولا تقدروا ديروا غير شبيكات هكا وتربطوهم هنا بالسلك منه ومنه. انا من هذا الفيديو بغيت نوريكم غير نموذج درته وصدق لي مزيان، هي راه فيه خمسه ديال الاماكن، انتما واحد جوج ثلاثه هي اربعه هي خمسه، وهنايا فصلت بيناتهم بالطوله، ما درتش الشبيك اللي غادي يبقاو يدخلوا بعضياتهم ويبقاو يضاربوا، لا انتما فصلت بيناتهم بحديده، حديده طوله غالفانيزي اللي النوع اللي كيتعوج، ماشي شي حاجه، ماشي حديد اللي انا باش جاتني ساهل، لان هذا الشيء مشيت معاه غير كنعوجو، ماشي ما كاينش السدور كاع. وبان سيريفي الا كان عندكم ها انتما غير ريفيات، انتما ما كاينش البولون ولا شي حاجه صعيبة، راه كلشي ساهل. ها هو النموذج، ها انتم خذوا على هذا النموذج. بالنسبة للطول راه فيه جوج متر على متر، جوج متر هي متر في العرض وجوج متر في الطول. انتم راني درت فيها هاد القنية هادي الأنثى، راه تبارك الله راه حاملة، هادي بابيون فرنسي، هاهي هادي راه بابيون فرنسي وقريبه ان شاء الله تولد. انتم شوفوا البطن ديالها راه شويه بدات كتنفخ، ان شاء الله من راني حاسب لها ملي غادي تبغي تولد غادي نحيد هذه الخشبه باش ما تبقاش ديرونجيني، على حسب ما تبقاش تدخل خطره تدخل لهاد الجهه فين كاينه الشبكه، هذا النوع من الشباكي هي غتبقى ديما تدخل تمايا وغتبقى سميتو دير الازبال ديالها تمايا. اللهم خليها حتى تبغي تولد عاد باش كتفتح على هذه الخشبه هذه. والطول هنا راه كافي، راه كافي، ها هي انتم كتشوفوا راه متر متر، هاهي راه شفت راه ناعسة. وهاد الاخر الشبيك هذا راه في العوينات ديالو هنايا راه واحد ونص سنتيمتر هكا، ماشي ملي كيحطو رجليهم مكيهودوش رجليهم لتحت ومكيضروهمش. هاد الشبيك هذا راه غالفانيزي مكيصديش، واخا كيتكبو منو الماء مكيصديش ومكيجرحهمش، هذا كيقولو له السلك غالفانيزي مكيتصداش. وهنا العوينه ديالو كتكون فيها واحد سنتيمتر ونصف، كاين اللي كيكون فيهم
نصف سنتيمتر. هذوك بالنسبه لذوك الزبيلات ديالهم ما كيبغوش يخرجوا من هنايا، وكاين وحدين فيهم جوج سنتيمتر عاوتاني ما بحال اللي الاخر كيبقاو رجليهم كيهودوا لتحت. اما هذا النوع مناسب، انتم كما كتشوفوا رجليها مرتاحين، انتم كتشوفوها راه مرتاحه هكا انتم. المهم عقلوا على هذا النموذج، خاد تفرجوا الفيديو وتعاودوه وتعاودوه، راه نموذج بسيط ماشي من لابد ما ديروا هذا الشيء نيت هو نيت مثلا هاد الشبيك اللي هنا ولا هادي، ماشي من لابد، وخا تكون هاد الجهه مغطيه، غير خاص يكون واحد الفاصل ما بين هنا هاد بيت الولاده وما بينها هي وبيت الولاده. شريوا له هاد الشبيكات، هادو راه موجودين في الاسواق، موجودين بخمسة دراهم كيديروا الوحده. انا شريت خمسة الحبات، انا درتهم في الجهه ديال الولاده. في الحقيقه شي حاجه اللي مزيانه ومبتكره من ابتكاري انا، كنت يعني بغيت نشارككم اياه هذا الفيديو باش تاخذوا هذا النموذج وديروا بحاله. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وتكيو على زر جنب كي يصلكم، او تكيو على الجرس عفوا كي يصلكم الجديد، وساندونا بزر جنب كي دعموا القناه. هانتوما تبارك الله، الى اللقاء في الحلقه المقبله.